عندي عدد اوراق على حسب عدد افراد الاسره، وليكن مثلا 6 اوراق من الفراخ مخليين ومتساب فيهم بس الركبه اللي هي بتبقى تحت دي، هوريكم طبعا بالتفصيل دلوقتي. والجلد متساب وكل حاجه وليها يعني ايه نقول ايه تقطيعه معينه هو الراجل بتاع الفراخ عارفها. دي حاجه. عندنا ايه تاني بقى؟ عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، لما يخلي لك الحمام الكذاب العظم بقى اللي طلع منه ده قولي له انا عايزاه، لاننا هنسلقه سلقه خفيفه كده ونعمل بيه شويه شوربه هنحتاجهم. تمام. حشوتنا هتكون عباره عن ايه؟ عندي نص كيلو من الرز البلدي، او تزودي براحتك او تقللي، انا عامله هنا نص كيلو بحيث انه يزيد معايا شويه واسوي الباقي علشان اقدمه مع الحمام. عندنا كمان بصلتين كبار متقطعين صغير، مش مبشورين، متقطعين صغير يعني كده بالسكينه، 3 فصوص من الثوم المفروم، طماطمايه مبشوره، كوبايه مرقه اللي هي بتاعت اللي احنا قلنا عليها بتاعت العظم، ولو ما عرفناش نوفره فنقدر نستبدلها بميه وعليها مكعب مرقه، رشه سكر، رشه قرفه، رشه حبهان، 7 بهارات وملح وفلفل اسود. تمام. دي كده الحشوه بتاعتنا النهارده، حشوه الرز. ممكن كمان لو نقدر نجيب من عند بتاع الفراخ 1/4 كيلو كبد فراخ نديها تشويحه ونحطها مع الحشوه هتبقى خطيره. طيب التتبيله بقى، انا هحشي الفراخ كده على طول؟ لا، ده انا لازم اعمل لها تتبيله حلوه علشان يبقى طعمها نفسه لذيذ جدا. التتبيله دي هتكون عباره عن بصلايه متقطعه 4/4، طماطمايه، فصين من الثوم، رشه سكر، ورشه 7 بهارات، ورشه ملح، ورشه فلفل اسود. بس كده. اما تسويه الحمام الكذاب هنحتاج له بصل شرايح، طماطم شرايح، جزر شرايح، علشان احطهم في الارضيه يدوني طعم حلو قوي للفراخ وهي بتستوي، وكمان يحوشوا عنها اي لسعه ممكن تتلسعها لاننا هنسوي في الفرن. دي المقادير، بينا بقى نشوف طريقه التحضير. بدايه كده هنمسك الفراخ مع بعض نشوف شكلها ايه. احنا ما ولعناش برده النار، كل مره تعملوا فيا كده. طيب انا شغلت كده على الطاسة علشان تسخن معايا وتساعد معايا ان انا اخلص بسرعة. تعالوا نبص مع بعض كده الفراخ بتاعتنا زي ما قلتلك شكلها ايه، ودي اللي بيعملها بتاع الفراخ او محل الفراخ مش انتي خالص. تمام. معايا انا عملت لكم فيديو قبل كده ازاي نعمل حمام كذاب ونخليه ازاي في البيت. بصوا هنا الورك اهو، تمام، بيبقى طبعا مقفول كده وفي هنا عضمايه، تمام، واصله عضمايه هنا وفي مفصله وبعدين عضمايه داخله لجوه هنا في الدبوس، فاحنا بنشيل العضمه اللي هنا واللي هنا ونسيب بس الركبه دي اللي هتكون بمثابه راس الحمامه. تمام. وهنا دي مفتوحه هدخل فيها الحشو وفي نفس الوقت من بره مقفوله بالشكل ده. الجلد متساب علشان لما نقفل كده يبقى شكل الحمامه شكلها مظبوط. تمام. طبعا بعد ما تتحشي وتتنفخ كده تبقى شكلها لطيف جدا. طبعا مظبطين الدنيا كويس جدا، وتعالوا بينا بقى نبتدي نشتغل في الحشوه. زي ما قلت لكم الحشوه حشوه رز، تعالوا نعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. على ما الطاسه تسخن شويه محتاجه ان انا اتبل الفراخ بتاعتي واركنها كده على بال ما اعمل الحشوه واسيبها تبرد تكون الفراخ بتاعتي اتشربت تماما من التتبيله بتاعتها. عندي كده بصلايه، طماطمايه، هنحتاج كمان فصين من الثوم 2 بس، ورشه سكر بسيطه تدي طعم مسكر وتسويه للحم بتاع الفراخ، ورشه من البهارات، واكيد اكيد ملح وفلفل اسود. اللي احنا بنعمله ده ايه؟ اللي احنا بنعمله دي تتبيله الفراخ نفسها اللي هحط فيها الفراخ واسيبها شويه علشان تبتدي تتشرب منها قبل ما ابتدي احشيها واسويها. طبعا بتفرق جدا. ممكن على فكره نتبلها تتبيله ملح وفلفل وشويه بهارات كده وخلاص، بس انا حبيت ادلعها اكتر ونديها بصل وطماطم بيخلي طعم الفراخ بتاعتها حلو قوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتأكدت كده
كده ان انا نعمت كل المكونات اللي في الكبه. بسم الله. وهاخد الفراخ طبعا غسلينها منظفينها ومخلينها زي الفل، وابتدي اخد كده من الخلطه دي واوزع على قطع الفراخ وادخل كده جوه بحيث ان اللحم كله يتشرب كويس من ورا ومن قدام مع الجلد بالشكل ده. اسيب التتبيله دي قد ايه؟ هقول لكم بقى. زي ما انا بدات كده بالظبط نفس الخطوات دي هي اللي انت هتعمليها. ازاي بقى؟ ان انا في الاول اعمل التتبيله بتاعه الفراخ تمام، واتبلها واحطها في التلاجه. ضروري في التلاجه يا جماعه، ما تعتمديش ان انت تبلتي الفراخ وسايباها جنبك في المطبخ وبتشتغلي، حتى لو هتقعد بس حتى نص ساعه ما تسيبيهاش بره التلاجه، الجو حر جدا الحاجه بتغير، فخلي بالك من النقطه دي. هنتبل ونحط في التلاجه لغايه ما ابتدي اعمل معاكم الحشوه، والحشوه تبرد والكلام ده كله، تكون قعدت لها حوالي ساعه ساعتين في التتبيله، هتطلع معاكي خطيره. اهم حاجه تكون في التلاجه. تعالوا بينا بقى هنركنها ونبدا نشتغل في الحشوه. زي ما قلت لكم انا ولعت كده وحطيت الطاسه او الصينيه بتاعتي على النار. هاخد البصل، سمنه بقى او زبده او ميكس او زيت ايا كان، احط كده معلقه زيت، ما تدخلوا لي كده معلقه زبده. عندي بقى ايه؟ عندي الرز، والرز طبعا بنستخدم رز بلدي. هاخد الرز بتاعي وابتدي اديله تحميصه وتحميره، مش احمره لون لا، يعني التشويحه بتاعته دي بحيث ان هو يسخن تماما. ليه بقى؟ علشان ما يعجنش معانا، يطلع معانا مفلفل في الحشوه تمام. فندي بقى كده ايه تقليبه محترمه مع الزبده والزيت. هتدخلوا لنا مكعب زبده، زي ما انتم شايفين كده. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسخن الرز، بخلي الرز يسخن كويس. اتفضلي يا ريهام. طب بسرعه بس، عندي هنا بصلايه، بصلايه متقطعه مش مفرومه بالمبشره مثلا، مش عايزاها فيها ميه، انا عايزاها تتقطع بالسكينه، ده ضروري. اقلب بس الرز تاني. واحنا بنسخن كده الرز على النار، ممكن كمان نضيف له فص مستكه بيديله طعم حلو قوي. تعالوا بينا بقى ندبل البصل. يعني ايه؟ يعني البصل اللي انا مخرطاه هبتدي احط له البهارات اللي عندنا، والقرفه من البهارات اللي بتدي طعم وريحه ولون حلوين جدا جدا لحشوه الحمام. اتفضل دلوقتي لسه سامعاك. صوتك راح تاني. حطيت الحبهان، حطيت البهارات، حطيت القرفه، ودي السكر، وابتدي احط كمان الملح والفلفل. هنا الملح على قد ايه؟ على قد الحشوه. واقلب الرز تاني. هو انتوا انا مش سامعه منكم حد خالص عشان تبقوا عارفين لو بتكلموني يعني. تمام. الرز بيسخن كويس معانا زي الفل. نرجع للبصل اللي احنا حطينا له البهارات كلها والملح والفلفل وندعكه كويس. ثواني. ندعك البصل كويس قوي علشان يطلع معانا بقى ريحه البهارات كده، والبصل يدبل معانا بيدينا نتيجه حلوه قوي. بعد ما دعكناه كويس قوي تعالوا بينا بقى ايه، مكعب الزبده دخل، احط مكعب الزبده. انا كده خلاص اتاكدت تماما ان الرز بتاعنا يعني عارفين ايه، سخن سخن مظبوط، وابتدى كمان يلون منه شويه تمام، حلو قوي. يلا بينا بقى نبتدي نضيف ايه؟ نضيف البصل اللي احنا دبلناه بالبهارات والملح والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حط معاهم كمان، عندي فص ثوم، ما تكتريش ثوم، فص واحد بس كده مفروم، ونشوح. وابتدت بقى الروايح الحلوه تطلع،
مفيش مشكلة، لو الرز بدأ يتلون معاكي هيديكي بالعكس لون حلو قوي قوي للحشوة، وأحلى من كده إنه هيحتفظ بشكله ومش هيعجن ولا هيمسك في بعضه. شايفين الجمال؟ والريحة خطيرة. تمام، شوحنا وابتدينا كمان نشم مع بعض كده ريحة البصل والثوم، والدنيا بقت معانا مظبوطة جدا واللون خطير. بينا بقى نضيف يعني يا نص طماطماية يا طماطماية صغننة جدا بشرتها وهضيفها، هتدينا لون وتدينا كده ايه طعم مسكر ولذيذ. حالا واخرا واخر حاجه هتضاف، انا حاطه الملح حاطه البهارات كل حاجه، هبتدي احط انا لو عامله مثلا كوبايتين من الرز فهحط كوبايه وربع من الميه بس كده، عشان يبقى الرز معايا مستوي نص سوا، والنص التاني هيكمله فين؟ في الحشوه لما يتحط مع الفراخ. احط مقدار الميه او الشوربه اللي متاح عندي واغطي وهدي النار واسيب بقى الرز معايا يستوي زي ما قلنا، يتشرب السوائل اللي فيه ويبقى معايا بالظبط نص سوا، يبقى لسه فيه العقده. الرز خلاص اتشرب ميته على نار هاديه ودخل في التسويه بقى كده، يعتبر نص سوا تلتين سوا في الحدود دي. خلاص المفروض بقى ان انا اشيله من على النار واسيبه يبرد تماما، وبعدين ارجع بقى للفراخ بتاعتي علشان ابتدي احشيها. احنا مجهزين الرز اهو يكون بارد علشان وقتنا، والفراخ متبله، وهحضر معاكم الصينيه اللي هنشتغل فيها اهي. احط فيها بقى في الارضيه بصل وطماطم وجزر وكمان بقيه التتبيله اللي احنا كنا متبلين بيها الفراخ، لو فاضت يعني، لو فاضت معانا مش هتترمي ابدا، هنحطها على الخضار ده وندعكهم مع بعض كده ويبقوا دول ارضيه للفراخ اللي هتتحشي. تعالوا بينا بقى ايه ندعكهم كده مع بعض ونفكك البصل من بعضه. تمام، عايز تحطي كمان بطاطس، بطاطستين كده ترانشات يتحطوا هيطلع طعمهم خطير ونستفيد منهم بقى في الاكل. تمام، خلاص كده انا ظبطت الدنيا وجهزت الصينيه اللي هسوي فيها اهي بالشكل ده، تحفه. تمام، يلا بينا بقى هنمسك الفراخ بتاعتنا واجيب معلقه بتاعت الاكل علشان نبتدي نحشي بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد من الرز وابتدي ادخل بقى ايه في الفتحة دي، ما عايزين نشيلها خالص كده زي ما انتم شايفين ايديا بتزق كده في الفتحة دي. ونريح حاجة بقى ان احنا ما نكبسش قوي الفراخ علشان ما تتفتحش مننا وشكلها كله يبوظ. خلاص احنا مسويين الفراخ الرز تلتين سوا، بس برضو لسه هيزيد معانا شويه، فاعملي حسابك في الجزئيه دي. بعدين اروح ماسكه بقى الطرفين على بعض بالشكل ده واقفل بالخله بتاعت الاسنان. اهم حاجه بقى تكون الخله ايه سنانها حاميه كده عشان تساعد معانا. لم كده الجلد على بعضه عشان كده قلنا محتاجين يبقى الوراك جايه بالجلد بتاعها ضروري، لانه بيفرق جدا وبيساعدنا كمان واحنا بنقفلها، بيفرق في الشكل طبعا في النهايه. تمام، نرصها هنا كده ونخلي الركبه دي كده ايه واقفه لفوق، لانها تبقى زي ما قلت لك بمثابه ايه راس الحمامه. نعمل دي كمان، ناخد من الرز المستوي
عايزه اقول لك ان هو ما بيحتاجش رز، كميه رز كتيره، الرز اللي هيفيد منك هتحطي له شويه شوربه صغيرين بيغلوا وتكملي تسويتهم علشان تقدميه معاه، لان الرز بتاع الحشوه مش هيبقى كتير قوي يشبع يعني. هنقفل ناخد، بصوا بصوا الجلد بقى مساعد معانا خالص ازاي بيقفل لنا بكل سهوله. تمام خلصنا، انا بسيب دي ما بقفلهاش دي كده ليه بقى؟ عشان لو الرز عايز يتمدد برضو ما يخليش الحشو يطلع من كل الاتجاهات، يبقى في جهه واحده اللي هي في الطرف دي يخرج منها، ده لو ايه الحشو بزياده. خلصنا وظبطنا الدنيا بتاعتنا خلاص، وكده الفراخ جاهزه ان هي تدخل معانا الفرن. هتدخل الفرن ازاي؟ طب هحط لها سوائل ولا لا؟ اكيد طبعا لازم نحط لها على الاقل كوبايه ميه مغليه او شوربه مغليه علشان تبتدي او يبتدي الرز يكمل تسويته فيها، مع العلم ان الخضار ده بيطلع سوائل والفراخ نفسها فيها سوائل، فمش هنكتر قوي ايه الميه اللي هنضيفها. يلا بينا ميه مغليه بس كده، ما تكتريش. ورق ألومنيوم بقى ونحكم جدا التغطية علشان البخار يحتفظ بيه في القالب بتاعنا أو الطاجن بتاعنا، فيسوي معانا الفراخ كويس جدا جدا. أما لو البخار اللي هيطلع هيتبخر بره فده بيقلل طبعا من السوائل جوه والفراخ ما بتلحقش تستوي، فضروري جدا تقفلي كويس قوي. وفين؟ على أرضية الفرن، تغلي الفراخ كويس قوي وبعدين نرفعها على الشبكة اللي في النص. يلا بينا على أعلى درجة حرارة وعلى الأرضية حوالي ربع ساعة، وبعد كده بقية الساعة هتكون على الشبكة. مش محتاجين أكتر من ساعة، الرز خلاص أوشك على السوى، وكمان الفراخ بتاعتنا بدون عظم فمش مستاهلة خالص إنها تقعد وقت. الحمام الكذاب والرز اللي فاض بنسويه ونحطه تحتيه. انا عايزه اوريكم بقى اللي في الفرن اللي قرب يستوي خلاص. لما بتلاقيه، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص استوى، بتبتدي تشغلي له الشوايه وتدهنيه دهنه خفيفه بصلصه بكاتشب، معلقه صغننه كده خالص تدهنيه علشان يساعد بقى على التسويه. انا حطيت سنه كاتشب كده بس هوزعها كويس كده، ويلا على الفرن تاني علشان يتحمر وياخد اللون الجميل والريحه خطيره. دانشة صغننه ما شاء الله، بصوا بقى الجمال، انا حتى مش هغرفه في حاجه، هو زي ما هو كده خطير. رز استوى شكله حلو وريحته جميله جدا، وحتى الصوص والخضار اللي تحتيه البصل والطماطم، ولو حطينا كمان كام شريحه بطاطس كده هيبقوا لذاذ جدا مع الرز اللي احنا مسويينه من باقي الحشوه.